الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من يائير لابيد، والأخير يؤكد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل بكل إيجابية مع ما تردد بشأن وقائع تاريخية في حرب 67. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك في ثاني أيام التشريق. وبدء إغلاق خط نورد ستريم 1 للصيانة السنوية وسط مخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي لألمانيا. العاشرة صباحاً، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلاً بكم. والبداية، حيث توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس، حيث أكد لابيد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، كما تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام. كما أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر لجهود تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كثفت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية المكثفة على كافة الطرق والمحاور لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري. إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد. ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخراً من الكيلو 101 إلى الكيلو 156، التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين.
قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسي، ويكون أمامه أربع اختيارات: إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. وقد تم نشر خدمات مرورية أعلى الكباري لتحقيق الانضباط المروري عليهم. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، تتواجد عليه خدمات مرورية لإرشاد المواطنين، ويتكون من أربع حارات ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في ثاني أيام التشريق، ويقوم الحجاج وحتى الثالث عشر من ذي الحجة برمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. يأتي ذلك فيما يبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر منى، وذلك بعد رمي الجمرات الثلاث قبل غروب شمس اليوم. أغلقت روسيا خط نقل الغاز السائل الشمالي واحد إلى أوروبا لإجراء أعمال صيانة من 11 وحتى 21 من يوليو. يتزامن هذا الإجراء مع مخاوف في السوق الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا. كما ذكرت وسائل أعلام روسية أنه إذا لم يتم نقل كميات الغاز التي تتدفق عن طريق السيل الشمالي واحد بطرق بديلة، فقد تواجه أوروبا زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق. أعربت أوكرانيا عن أسفها من قرار كندا بتسليم معدات لخط أنابيب نورد ستريم واحد بين روسيا وألمانيا.
كانت كندا قد أعلنت عزمها السماح بتسليم معدات توربينات إلى ألمانيا، خاصة لعمل خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيسي الرابط بين روسيا وأوروبا نورد ستريم 1. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لضمان ألا يؤدي مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي إلى انقسام المجتمع. كما أضافت وزيرة الخارجية الألمانية أنه إذا انخفضت لدى برلين إمدادات الطاقة فستعمل الدولة على أن تسير الأمور على نحو عادل، رافضة المطالب المتجددة من التحالف المسيحي المعارض بترك محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاثة المتبقية تعمل لفترة أطول. يبدو أن ألمانيا مقبلة على أوقات عصيبة فيما يتعلق بإمدادات الغاز، وسط مخاوف حقيقية يشعر بها المواطنون جراء نقص الإمدادات من روسيا. مخاوف أكبر اقتصاد أوروبي تأتي وسط شكوك من إمكانية أن تستغل روسيا الصيانة السنوية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 والتي تستمر لعشرة أيام من أجل منع وصول الإمدادات إليها بشكل كامل. تلك المخاوف انعكست في تصريحات المسؤولين، حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتز استمرار اتخاذ تدابير ضد نقص الطاقة حتى بعد الشتاء القادم. وأكد شولتز أن برلين اتخذت بالفعل العديد من القرارات خلال فترة زمنية قصيرة حتى تكون مستعدة جيدا لنقص الطاقة. من جانبها أكدت وزيرة حماية المستهلك ضرورة الاستعداد لما وصفته بالأوقات العصيبة في الشتاء في ظل أزمة الطاقة الحالية، لافتة إلى أنه من الممكن أن تسمح الوكالة الاتحادية للشبكات لشركات الطاقة في حالة الأزمة المطلقة بتمرير أسعار متزايدة للمستهلكين. بدوره أشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى أن بلاده تواجه أزمة غاز، واتهم موسكو باستخدام الغاز كسلاح ضد برلين، متوقعا حدوث محنة وشيكة في إمدادات الغاز. ومن أجل تجنب حدوث أزمة طاقة في ألمانيا، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية بدء خطة لتقديم مساعدات حكومية للشركات والمصانع لتسهيل إمدادات الطاقة في إطار خطة الطوارئ التي أعلنتها الدولة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية. يبدو أن الشتاء المقبل في أوروبا لن يكون كسابقيه، إذ تتصاعد المخاوف من أزمة طاقة طويلة مع تناقص إمدادات الغاز الروسية في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية. المزيد في هذا العرض مع الزميل شادي شاش. أهلا بكم. تلوح أزمة طاقة طويلة في أوروبا مع تناقص إمدادات الغاز الروسية في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية.
ومع بدء صيانة شركة غاز بروم الروسية خط أنابيب الغاز نوستريم 1، يخشى الأوروبيون من وقوع مزيد من الانقطاعات في إمدادات الغاز أو حتى قطع موارد الطاقة الروسية بصورة كاملة. ففي برلين قال المستشار الألماني أولف شولتز إن مسألة تزويد بلاده بموارد الطاقة ستبقى على رأس جدول أعمال الحكومة الألمانية لفترة طويلة قادمة، مشيرا إلى أن السلطات تحاول الاستعداد قدر الإمكان لنقص محتمل. كما أكدت وزيرة حماية المستهلك في ألمانيا ضرورة الاستعداد لما وصفته بالأوقات العصيبة في الشتاء في ظل أزمة الطاقة الحالية. وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن الحيلولة دون قطع الكهرباء والغاز تعد أمرا ضروريا، لافتة إلى أنه من الممكن أن تسمح الوكالة الاتحادية للشبكات لشركات الطاقة في حالة الأزمة المطلقة بتمرير أسعار متزايدة للمستهلكين. وفي باريس قال وزير المالية الفرنسي برونو لوماغ إن قطع شحنات الغاز الروسي هو السيناريو الأكثر ترجيحا حاليا. وأكد لوماغ وضع الموازنة العامة الفرنسية عند مستوى التأهب بسبب خفض إمدادات الطاقة، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة لمواجهة خفض إمدادات الطاقة. ووفقا لدراسة أجراها مركز أبحاث أوروبي، يجب على الدول الأوروبية 27 تقليل استهلاكها من الغاز بنسبة 15% مقارنة بما كان عليه قبل العملية العسكرية إذا أوقفت موسكو عمليات تسليم الغاز. في الوقت ذاته تعمل المفوضية الأوروبية في بروكسل على تقديم خطة طارئة لخفض الطلب على الطاقة في 20 يوليو. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول المخاوف من أزمة الطاقة في أوروبا. شكرا لمتابعتكم. سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الضوء على تداعيات أزمة أوكرانيا وروسيا على الأمن الغذائي وما تسببت فيه من دفع ملايين الأشخاص ضمن الفئات الأكثر فقرا على وجه الأرض إلى حافة المجاعة. وقالت الصحيفة إن الارتفاع الهائل في أسعار الغذاء والوقود منذ مارس الماضي دفع 47 مليون شخص إضافي إلى انعدام حاد في الغذاء، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 345 مليون شخص حول العالم، من ضمنهم نحو 50 مليون شخص يعيشون على حافة المجاعة. أوضحت وكالة بلومبرج أن خطر حدوث ركود في منطقة اليورو يتزايد مع ارتفاع احتمالية حدوث نقص في الغاز الطبيعي وبقاء التضخم عند مستويات قياسية، مضيفة أن احتمال حدوث انكماش اقتصادي ازداد إلى 45%. كما ذكرت بلومبرج أن ارتفاع تكلفة المعيشة يتسبب في خسائر متزايدة في الأعمال التجارية في الوقت الذي يشكل فيه انخفاض شحنات الغاز من روسيا تهديدا للطاقة خلال الشتاء المقبل. هذا وقد أشارت الوكالة إلى أن ألمانيا إحدى أكثر أعضاء الكتلة عرضة لخفض تدفقات الطاقة الروسية قد تشهد انكماشا في الناتج الاقتصادي. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ارتفاع الأسعار يدفع البريطانيين إلى أزمات مالية، مضيفة أن أسرة من كل 6 أسر تعاني من صعوبات مالية خطيرة. كما نقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى الدراسات أنه يوجد 1,600,000 أسرة في بريطانيا تكافح لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة، مضيفة أن معظمهم قلل من جودة الطعام بينما ألغى ربعهم التأمين. كما أكدت الصحيفة أن الآباء والأمهات غير المتزوجين والمستأجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي لديها 3 أطفال أو أكثر هم الفئات الأكثر تضررا من الأزمة الحالية.
قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية شنت 34 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية. كما أكد زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يتعامل مع تلك الهجمات في مختلف الاتجاهات، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لزيادة الخسائر الروسية للتوقف عن عملياتها العسكرية. حثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني المدنيين في منطقة خرسون الجنوبية التي سيطرت عليها روسيا على إخلاء المنطقة على نحو عاجل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك. من أجل شن هجوم مضاد في منطقة خرسون الجنوبية، حثت نائبة رئيسة الوزراء الأوكرانية إرينا فيتشوك سكان المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية على إخلائها بشكل عاجل. وفقدت أوكرانيا السيطرة على معظم منطقة خرسون الواقعة على البحر الأسود بما في ذلك العاصمة والتي تحمل اسمها في الأسابيع الأولى بعد العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي. إلا أن المسؤولة الأوكرانية قالت إن الجيش الأوكراني سيبدأ قتالا عنيفا هناك بالقصف المدفعي، قائلة إنها لا تستطيع تحديد موعد الهجوم الأوكراني المضاد على خرسون على وجه الدقة، وأكدت أنه لا يجب أن يبقى أي أحد من المدنيين في المدينة خلال الهجوم لعدم استخدامهم دروعا بشرية. يأتي هذا بينما تقول سلطات خرسون التي نصبتها موسكو إنها تريد إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، ولكنها لم تحدد موعدا بعد له، فيما يقول الكرملين إن مستقبل المنطقة يجب أن يقرر سكانها. بدوره قال وزير الدفاع الأوكراني إن بلاده اجتازت الاختبار من خلال استخدامها الناجح للأنظمة المدفعية الأمريكية بعيدة المدى التي تم تسليمها مؤخرا، مشددا على أن الاستنزاف المستمر على طول خط المواجهة جعل الطلب على إمدادات إضافية أكثر إلحاحا. وفي جبهة أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها دمرت مستودع ذخيرة تابع لقوات حلف شمال الأطلسي في سلوفيانسك، فيما قتلت ما يصل إلى 100 مسلح أوكراني بصواريخ أرضية دقيقة، كما تم تدمير حوالي 700 صاروخ من طراز جراد. وأشارت إلى أن أوكرانيا لجأت إلى إرسال جنود الاحتياط غير المدربين إلى خط المواجهة. وعلى الصعيد الإنساني قالت المفوضية الأوروبية في تغريدة على تويتر إن أكثر من 7,400,000 شخص فروا من أوكرانيا ومولدوفا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي ودخلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ أن 6,500,000 شخص هم من ضمن هؤلاء الذين دخلوا من أوكرانيا وحدها. مددت وكالة النقل الجوية الفيدرالية الروسية نظام حظر الطيران وسط وجنوب البلاد حتى 18 يوليو الجاري، وقالت الوكالة إنه تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا، مشيرا إلى أن سائر المطارات الروسية لا تزال تعمل بنظام عادي، كما أنه تم إدخال حظر على الطيران في عدد من المناطق وسط وجنوب روسيا في 24 فبراير الماضي، وذلك بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات. أطلق 10 مرشحين بريطانيين محافظين حملتهم لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وأعلنت وزيرة الخارجية ليز تروس ترشحها لخلافة جونسون لتنضم إلى 9 من مرشحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين، أبرزهم وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت ووزير الصحة السابق ساجد جاويد ووزير المالية الحالي ناظم الزهاوي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان اليوم عن جدول زمني أكثر تفصيلا لإغلاق محتمل لباب ترشح اعتبارا من غد الثلاثاء وفق ساندي تليغراف.
أصبح السباق أكثر ازدحاماً لخلافة بوريس جونسون في زعامة حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة وبالتالي رئاسة الوزراء. فبمجرد استقالة جونسون فتح باب التنافس لخلافته بعد أن أخذت الترشيحات تتوالى من داخل الحزب. ووفقاً لآلية انتخاب خليفة جونسون، يخوض المرشحون المحافظون جولات انتخابية عدة لحصد أعلى عدد من أصوات نواب الحزب البالغ عددهم 358 مع استبعاد الأدنى مرتبة في كل مرة قبل أن يقترع أعضاء الحزب لاختيار رئيس من بين المرشحين الأول والثاني الأكثر تأييداً قبيل المؤتمر السنوي للحزب في أكتوبر المقبل. ومع اتساع لائحة المرشحين حذر بعض كبار المشرعين من ضرورة تضييق القائمة بسرعة، حيث من المفترض أن يتم تحديد اللائحة المختصرة النهائية المكونة من مرشحين اثنين في غضون أسابيع وقبل العطلة الصيفية للبرلمان التي تبدأ بعد 12 من يوليو الجاري. ويتوقع أن تحتل الضرائب أولويات المرشحين في برامجهم الانتخابية إلى جانب إظهار التأييد الحازم لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت. فخليفة جونسون سيكون أمام تحديات عدة، حيث سيتعين عليه مواجهة تضخم في أعلى مستوياته منذ 40 عاماً وأزمة غلاء المعيشة ومخاطر الانكماش تقابلها دعوات من المحافظين لخفض الضرائب. كما سيتحتم على رئيس الوزراء المقبل تقديم دعم فعال للبريطانيين الأقل دخلاً، وإلا فسوف يعاقب في صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة بحلول 2 يناير 2025 على أبعد تقدير. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني نفذ 555 طلعة جوية فوق مناطق تايوان الدفاعية في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. هذا وأكدت الوزارة أن الصين تزيد بشكل مطرد عدد الطائرات المقاتلة التي تحلق بالمنطقة الخاصة بقوات الدفاع الجوية بتايوان. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه لا توجد قوة أو دولة تستطيع فصل تايوان عن بلاده. كما أضاف وزير الخارجية الصيني أن العديد من دول رابطة الدول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم آسيان تتعرض حاليا للضغط للتخلي عن الحياد. كما أكد الوزير الصيني أنه من المهم ألا تسمح بلدان المجموعة للدول الكبرى باستغلالها، مشيرا إلى أن بلاده تواصل الدعوة إلى تسوية الخلافات داخل المنظمة. رياضيا، سيطرت مصر على منصات التتويج في بطولة إفريقيا للجمباز الفنية التي تستضيفها مصر حاليا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. وتقام بطولة إفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول. انطلقت منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 18 من يوليو الجاري. هذا وسيلعب المنتخب في 8 من مساء اليوم مع نظيره الكاميروني في الجولة الأولى. وكان المنتخب قد انتظم في معسكر مغلق استعدادا لخوض منافسات البطولة، حيث أعلن الجهاز الفني بقيادة الأسباني روبرتو غارسيا باروندو قائمة اللاعبين لخوض منافسات البطولة في نسختها 25.
اختار باروندو غارسيا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة مكونة من 22 لاعباً، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعباً مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالي: ختام جولة العاشرة صباحا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من يائير لابيد، والأخير يؤكد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل بكل إيجابية مع ما تردد بشأن وقائع تاريخية في حرب 67. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك في ثاني أيام التشريق. وبدء إغلاق خط نورد ستريم 1 للصيانة السنوية وسط مخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي لألمانيا. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، لكم مني كل تحية، أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.